نحن النساء والأطفال أخذونا في المركبات من المدرسة إلى منطقة أخرى، وفي الطريق كانوا يقومون بإهانتنا، كانوا يلمسوننا بطريقة تخدش الحياء. قاموا بأخذي إلى الموصل مع أكثر من 150 امرأة يزيدية أخرى، وفي بناية هناك كانت الآلاف من النساء اليزيديات والأطفال يتم أعطائهم كهدايا. عنصر من عناصرهم اقترب مني وقال يريد أن يأخذني، أجبرني أن ألبس من لا يحفظ جسدي. لم أكن قادرة على تحمل المزيد من الاغتصاب والتعذيب، قررت أن أهرب، ولكن أحد الحراس كان هناك ومسكني. في تلك الليلة قام بضربي وطلب مني أن أتخلى عن ملابسي ووضعني في الغرفة مع الحراس، وأستمر بارتكاب جرائمهم بجسدي حتى فقدت الوعي. بعد 3 أشهر من الخطف استطعت أخيرا الهروب. الآن أعيش في ألمانيا التي قبلت معالجتي مشكورة. لم أكن أعيش المعاناة لوحدي، كانت إنهاء داعش نهاية أبدية. أنا عشت الألم الذي سبب لي، رأيت شرهم. يجب أن يتم جلب جميع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والإبادة إلى العدالة، حتى تعيش المرأة والطفل بأمان في العراق، سوريا، نيجيريا، صوماليا، وكل مكان في العالم. يجب أن تتوقف الآن هذه الجرائم ضد المرأة وضد حريتها، وشكرا لكم. Thank you.